بالفيديو الماضي نحن تعلمنا كيفنا نعمل installation للRSAT على الكلاينت PC تحديدا تيقدر يعمل access على الobjects اللي هو delegated عليهم، ولكن نحن لاحظنا انه حيقدر يشوف كتير اشياء من قلبه. كيف فيني انا اقدر اختصر له التاسكس ب one single management console؟ نحن كمان بفيديو السابقين حكينا عن كيف فينا نعمل creation للمايكروسوفت management console، هلا حنشوفها in action كيف فينا نحن فعلا نستفيد منها. انا هلا logged in بقلب السيرفر، حروح من قلب السيرفر اكتب انا عندي cmd، وبقلب الـ CMD I need to create an MMC، فإذا بقول له MMC يا أما من الران يا أما من الـ Command Prompt حيفتح لي الويندو اللي موجودة أنا عندي هون. بمجرد ما أنا الـ MMC نعمل له Opening، Let's build our own MMC console. حروح على الفايل، بعدين حقول له Add Remove Snap In، حأختار أنا الـ Active Directory Users and Computers، حقول له Add، حأجي أقول له طبعاً OK. طبعاً الروت اللي موجود عندي هون أنا فيني غير الاسم، فإذا حأجي أعمل Right Click وقول له أكيد Rename، وحسمي أنا هون Visitors. أنا ماني بحاجة للأكتف ديركتري يوزرز اند كمبيوترز كلياتها، أنا بحاجة لبورشن صغيرة منها، فإذا حفوت أكتر أنا بقلب الدومين روح على الفروزن باج يوزرز، كذلك الأمر حروح على الإيست برانش مطرح ما راين بحاجة تيستعمل هيدي الام ام سي، فإذا راين هو التكنيشن هون، فإذا أنا بدي روح على الفيزيتورز أعمل رايت كليك، ومن عند الفيزيتور أنا بدي أقول له نيو تاسك باد فيو، أكيد تحديدا أنا بدي هيدي الأو يو، فإذا بمجرد ما قلت له نيو تاسك باد حأرجع أقول له نكست. كيف بدك التاسك باد تبين عندك؟ بدك يبينوا اليوزرز على ميلة اليمين وعلى الشمال التاسكس، ولا بدك اياها هوريزونتال؟ انت بتقرر. انا حاختار الهوريزونتال ليست، حارجع اقول له كمان نكست. طبعا انا اي نيد ات اونلي اون ذا سيلكتد تري ايتم، يعني هيدا بس الايتم يلي انا بدي اعمل عليه موديفيكيشن، مش اي واحد تاني، فاذا حختار يلي فوق، برجع كذلك الامر بعمل نكست، حخلي اسمه يكون فيزيتورز مثل ما هو، حارجع كذلك الامر اعمل نكست. And now I need to add a new tasks على هيدي الـ OU، فإذا مخليها checked بقول له finish، هلا حيفتح لي الوزرد تعمل adding للتاسكس، فإذا هون بالوزرد بجي بقول له next. تحديدا شو نوعية التاسك؟ هو menu ولا shell ولا navigation؟ أنا هو menu لأنه reset password حيكون within the menu، فإذا next. شو هو البروسيس اللي أنت بحاجة إنك تستعمله من المنيو؟ حأستخدم reset password، كمان حقول له next، حأتركها مثل ما هي reset password، تختار الايكون اللي بدك اياها or you can browse your own، حقول له بدي المفتاح، حقول له next، من بعدين حقول له finish. من بعد ما قلت له finish حلاحظ انه اوتوماتيكلي هون بقلب السيرفر حيحط لي كل اليوزرز تبعون الفيزيتورز يلي هون بهذه الحاله اسمه هانز كيري. اذا بكبس عليه اوتوماتيكلي حيفتح لي التول اني اعمل ريسيت باسورد، اذا كبست عليها حيفتح لي الدايالوج بوكس اللي انا بستعملها مشان اعمل ريسيت للباسوردز. مورفر حالغي كمان انا طبعا التري اللي موجوده عندي هون. كيف بقدر اغير للتري؟ بروح على الفيو، طبعا من قلب الفيو بقول له كاستمايز، من عند الكاستمايز بشيل الكونسول تري، بقول له اوكي، برجع بعدين على الفايل، بروح على الاوبشنز، بقلب الاوبشنز بدل ما تكون اثر مود بقول له بدي اياها تكون يوزر مود، فاذا يوزر مود ليميتد اكسس مالتيبل ويندو، فاذا يوزر مود ليميتد اكسس سنجل ويندو، فاذا بكبس عليها وبرجع بعدين بعمل اوكي. حارجع اعمل له سيف، حقول له فايل اند اي نيد تو سيف ات ناو، ام غانا سيف ات اون ذا ديسكتوب. شو بدي اسميها؟ وحسميها بهيدي الحاله ريسيت فيزيتورز باسورد، فاذا بقول له سيف صارت موجوده عندي على الديسكتوب. اذا هلا سكرتها وبدي ارجع افتحها مره تانية، حلاحظ انه اوتوماتيكلي حيفتح لي اياها، وبهيدي الطريقه بيكون خفي لي كل الاشياء اللي ممكن تزعج عندي هيدا التكنيشن، فبيكون دغري ستريت اواي عم يقدر يستعمل التول يلي هو بده اياها. هلا اذا نحن عملنا لها كوبي لهيدي التول وبعثنا له اياها على الكلاينت بي سي، لازم يكون انا منزل الارسات، حنشوف كيف حيقدر يستعملها. طبعا انا هلا حفوت على الكلاينت بي سي، تحديدا في عندي راين سميث اللي هو ديليجيتد على الفيزيتورز، تحديدا الفيزيتورز تبعون الايست برانش، حاعمل لوج ان، حاعمل اكيد كوبينج انا للتول وحطها عندي على الديسكتوب يلي عملت لها كرييشن بقلب السيرفر. اكيد لازم يكون انا منزل الارسات تول تقدر استعملها. دبل كليك على الام ام سي هون يلي انا عملت لها كرييشن، حلاحظ انها حتفتح عندي بهيدي الطريقه وحيحط لي كل اليوزرز الموجودين عندي بقلب الفيزيتورز. بهالحاله ما عندي غير هانز كيري، اذا كبست على هانز كيري وقلت ريسيت باسورد اكيد حتطلع عندي النوتيفيكيشن وما حيكون في عندي ولا اي بروبلم، ولكن اذا تركت الانلوك حيعمل لي ايرور لانه ام الاود اونلي تو ريسيت ذا باسورد. وهيك بهيدي الطريقه بكون انا اختصرت عليه للتكنيشن كل الاشياء اللي هو ما لازم يشوفها او ما لازم يضيع نظره فيها.